عاش الملك الضيف، عاش محمد السادس أوليدي، عاش الملك. كنسكن في مديوني واحد ليرم فاش يا خويا هادشي اللي تعرضت ليه انا وقف فيا الحال ماشي ربعه الناس امشي تعداو عليا الاب والام امشي الدراري جوج عائله عائله شي حاجه علي حاجه تافه امشي على فار فريز وقفتش حتى وقفت فحال ما هكا جا باك يدوي معايا قال لي با مالك المهدي قلت له هذيك جاي جراها الرسالة نخلصها هاد اللحظة شمو ضربتني بحجرة ولدها دخش فحال ما هكا ضربني لوجهي صافي واحد اللحظة صافي جا دخش وليت كنحس السيوف كيتخافطوا لي فوق داري فهمتي وتلاجت الكلاب لا مع واحد اخر ماشي مضارب انا فهمتي عندي موطور كنزل عليه البلايص جاو عندي جوج دايخين قال لي دينا قلت لهم ما غنديكمش دفع عليا الموطور بقيت ندير انا ويا داك التبع اللي فهمتي وندافع على نفسي بالليل ما خدام بالليل بالموطور وندافع على نفسي هزيت حجرة امشي هزيت حجرة بغيت نشير عليه هرب هو جات في الباربريز خرجوا معايا خرجوا داروا خويا داكشي اللي بغاو صافي ملي قلت له نخلص لك الدجاجة هادي داوي مع با تضربتني امو في حجرة راسي واحد اللحظة تشد تضرب في وجهي سيف تضرب طحش داك الطيحة اللي طحت صافي السيوف بقاو كيتخافطوا عليه امشي كلشي كيضرب بام بام مو مو كتقول لي قتلوه قتلوه اخويا الشي داز عليه دابا راه شهر 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 واحد شنو الكلاب اللي كانوا عندك فيش النوع فيش النوع الكلاب كبار صافي والسيد شا داز ملي داز المحكمة حكموا عليه بعام انا السيد صيفطوا لي فشي دائية صور فشي دائية واش كيقول لي واحد الجدارمي كيقول لي كيقول لي لا داكشي شغل شغل المحكمه قلت لي راه انت اللي خصك تطبق امشي انت اللي خصك تقرر في غتصيفط واش في ابتدائيه ولا انت صيفط شي ابتدائيه شنو حال شي كيدايره حد شويه قال حد شويه قال لي لا حنا اللي كنعرفوا خدمتي صافي اتفق اي شي مع نيشان ملي تجي بحال مش كنسمع عطاو عام عام ما حاضرش معاه ما عندي استرشاه فيه كما مستنطيش الجوندار 35 يوم طبيب الشرعي وباقي عندي باقي عندي عوشان وعطاو عام هذا حكم تباهي فشي داء فشي داء انا بقى فيه الحال كل شيء واحد شحال عندك في الشهاده الطبيه الشرعي عندي 35 يوم طبيب الشرعي طبيب الشرعي اللي عندي يعني قابل للتجديد ما دفعشاش هذا الشيء ما دافع والو انا الاصابات اللي تصابيت تقطع لي الصف في رجلي في يدي وجهي وجهي راه شال هنايا شال هاد الفاصل زعما تحرك معاهم ما فهمش انا يا هما اللي كيحسبوا عندهم معايا العداوه وانا ما عارف والو ما مشي غادي يا بني شي غادي يا كنضحك مجوج خطبه وليدي لا با 26 عام وليدي انا اللي خدام على الوالده هذا وليك شنو كنطلب انا من الملك ياخذ لي الحق ديالي صافي شي بغي شي حقي انا ما بغي والو عندكم جوندار جوندار ما بغيش حفظ شي بغي شي الحق ديالي هو دابا شهر باقي ما شدوش هذاك ديال هما شهر اما الاب والام كيديهم كيطلقوا علاش شحال واحد انت اللي اربعه حاطهم بربعه انا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.